نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. احنا النهارده ضمن مبادره حياه كريمه موجودين في قريه ام الرزق. قريه ام الرزق طبعا مركز كفر سعد والمستهدف ضمن المرحله الاولى من مبادره الصحه حياه كريمه. القافله الطبيه التابعه لوزاره الصحه تقوم النهارده القافله الطبيه وسط اجراءات وقائيه واحترازيه مشدده لحمايه المواطنين وحمايه العاملين. النهارده موجودين زي ما قلت كده بقريه ام الرزق. القافله بتقدم العيادات التخصصيه، عندنا 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار. الحمد لله كشفت، رمض وكتبوا لي على قطرة خدتها وعملوا لي الواجب ومرحبين بني. أنا جيت كشفت هنا أسنان وكشفت عظام وخدت العظام وإدوني تحليل وحللت وخدت علاج وكتبوا لي كمان حاجات، كل الحاجات جبناها من هنا، مفيش حاجة إن هي تيجي من بره. وكشفت أسنان وكمان يعني قالوا لي إن ممكن أجي بكرة هنا أغير حشو معايا. وما شاء الله الدكاتره تعاملهم محترم جدا وبيتكلموا بطريقه كويسه وتقطيع التذاكر كويس هنا. رحت النهارده القافله الطبيه اللي وصلت ارض عندنا هنا في ملعب ابو الشحات، وبعدين كشفت بطني واخدت العلاج، ودي تاني قافله تيجي هنا في المنطقه دي. وجينا كشفنا رمض وبطنه وخلينا عشره ودونا العلاج